سوية معهم على العديد من البرامج والمشاريع ومتواجدين معنا في العديد من لجان التتبع والعمل سواء المصالح الخارجية مشكورين كلهم الذين يعملون على تنفيذ المختلف بأنه لا يمكن تصور نجاح منظومة من هذا الحجم بدون انخراط عملي للموظفين فيه، وهنا لا بد من توجيه تحية عالية لجميع الأخوات والإخوان أطر مؤسسة الجهة لأنهم بالفعل رفعوا التحدي وفي وقت قياسي وبالموازاة مع أعمالهم اليومية وانشغالاتهم اليومية كان هناك ورش مفتوح على امتداد الساعة واشتغلوا بمثابرة وبكد سواء الموظفين المخضرمين سواء الموظفين الجدد، فبالتالي كان تبني وتملك مهم وهو ما أسعفنا للوصول إلى هذه النتيجة الحمد لله التي نعتبرها ونقدرها مرضية. تحسين مصنع لخدماته بما يتماشى مع مخطط التنمية الجهوية، ولاحظت المراجعة الميدانية عدة نقاط قوية تميز بقوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه الخصوص: الجهود المبذولة من حيث الجالية الإقليمية، القدرة التنافسية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية المستدامة، مشاريع الرقمنة، التزام قوي للإدارة واستجابة الجميع الذين تم تدقيقهم في تنفيذ استراتيجيات SME وديناميكية التحسين. مرة أخرى تهانينا الحارة لكامل الفريق إدارة تشغيلية وإدارية على جهد هائل. أعتقد بأن هي مسؤولية أكثر ما هي تتويج، يعني الحصول على هذه الشهادة وهي من هذا المنبر لابد من نحيي كل من ساهم معنا في يعني بهذا الحصول هذه الشهادة أو هذه الشهادة ديال إيزو، ولابد من نذكر كل جميع أطقم الإدارية وكذلك أعضاء اللي كان لهم شرف اشتغال يعني في واحد الظرفية اللي هي يعني في ظرفية صغيرة اللي باش نجودوا الخدمات ديال المجالس ديال مجلس الجهة. كذلك لابد من نشكر جميع الفرقاء السياسيين اللي تهما كانت لهم لمسة في هذا الإطار هذا باش حاولنا باش نحصلوا على هاد الشواهد الثلاثة ديال إيزو. كذلك لابد من نشكر من هذا المنبر كل أخوات والإخوان المصالح الخارجية وكذلك كل الشركاء ديالنا الحكوميين اللي كيوقفوا معنا هذه العملية. اليوم ماشي هو يعني تتويج بواحد الشهادة يعني في هذه الظرفية وفي هذه الظرف ديال سنتين ونصف، هي ولات مسؤولية على العاتق ديالنا كيفاش يمكن نحافظوا نواكبوا هذه العملية هذه. فكتعرفوا بأن هي كتوجد ديالها كل سنة، فكيفاش يمكن نحافظوا على هذا النمط هذا والاشتغال المستمر. نسبة الضريبة الإجمالية 96% وهي متفاوتة حسب يعني كل محور من المحاور اللي كانت محل يعني طلب الرأي ديال المؤسسة الشركة. احنا اليوم جميعا كنحضروا هذا الحفل البهيج ديال تسلم شهادة إيزو في ثلاثة المستويات: شهادة الجودة والسلامة والبيئة. طبعا هذه الشهادة كتجي في إطار ديال واحد الصيرورة اللي بدات الجهة من بداية الولاية. كما تعلمون أن البدائق ولا مخطط التنمية الجهوي فيه واحد المحور أساسي سميتو الحكامة والرقمنة الإدارة. لماذا؟ لأن كما تعلمون كذلك أن الدستور 2011 وتطور القانون القوانين المنظمة أعطت أهمية كبيرة للجهات فيما يتعلق بالتنمية، ودونك لا تنمية يمكن نوصلوا لها إلا بواحد الإدارة اللي هي قوية. هذه الإدارة اللي خصها تكون عصرية حديثة معتمدة على الرقمنة مبنية على واحد المنظومة ديال المساطير اللي كتسهل المأمورية، اولا كتسهل على الفاعل السياسي اتخاذ القرار، وتسهل على الاطر موظفين الجماعات تتبع هذه المشاريع التنموية الكبيرة. طبعا هذا الشيء ما كيجيش في واحد السياق معزول، لان بجانبه ثم كتعرفوا بان الجهة هي اول عاوتاني يعني مؤسسة منتخبة في افريقيا والشرق الاوسط اللي دخلت في البرنامج الدولي اللي سميتو لو جي بي او الحكومة المنفتحة، الذي يراه اشراك المواطنين والمجتمع المدني
المدني في القرار السياسي وفي تتبع المشاريع وفي اقتراح المشاريع. أكيد نحن كأعضاء مجلس جهة طنجة تطوان حسيمة فخورين جدا بالتسليم الرسمي لشهادة إيزو من أجل تدبير نظام وجودة الجودة والبيئة والسلامة. حينما نتحدث عن الجودة يعني من أجل إنجاح الرقمنة، من أجل التطوير المستمر لخدمات مجلس جهة طنجة تطوان حسيمة. لدينا إرادة سياسية قوية مع جميع الشركاء والفاعلين الترابيين من أجل إنجاح أي عمل يبذله مجلس جهة طنجة تطوان حسيمة. وهذه الشهادة، هذا التسليم الرسمي بهذه الشواهد سيكون له وقع وأثر إيجابي على الحكمة والتنمية الجهوية بمجلس جهة طنجة تطوان حسيمة. أكيد من هذا المنبر كنشكر جميع أطر الجهة وعلى رأسهم المدير العام للمصالح وجميع الفاعلين وجميع رؤساء المصالح لممركزة من أجل إخراج هذا العمل الجبار في حلة جيدة.